تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة المسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا له كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن
شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، مدخلنا إلى حصة التلاوة في هذا اليوم يتناول الآيات الكريمة التي يشملها الربع الرابع والأخير من الحزب الأول في المصحف الكريم. وبداية هذا الربع قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ونهاية هذا الربع قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. في هذا الربع الأخير من الحزب الأول استمرار في الحديث عن قصة موسى الكليم وقومه من بني إسرائيل، ووصف لما ناله عليه السلام من إعنات وإرهاق في سبيل هدايتهم، وما قابلوا به رسالته من استكبار ودلال وعناد،
وفيه بالخصوص وصف موجز لمعجزة موسى عندما قام يستسقي لقومه فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ثم فيه وصف مستفيض لمعجزة موسى بعد ذبح البقرة عندما استحالت عليه معرفة قاتل ارتكب جريمة القتل خفية، فأمر بني إسرائيل بذبح بقرة وإلقاء عضو منها على القتيل، فأحياه الله بعد قتله ونطق باسم القاتل، وكان ذلك معجزة جديدة لموسى الكليم. وفي معرض الحديث عن هاتين المعجزتين، تناولت الآيات بالوصف الدقيق ما كان عليه بنو إسرائيل من شك وتردد وعناد وإغراق في الجدل الفارغ وتضييع للوقت في المناقشات الجزئية والجانبية بالمرة. فها هم أولاء يعربون عن سخطهم وعدم رضاهم بما رزقهم الله، ويلحون على موسى أن يدعو ربه لتنبت لهم الأرض نباتات أخرى ترضي شهوتهم وتكفي نهمهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وها هم أولاء يجادلون موسى في شأن البقرة التي أمرهم الله بذبحها جدالا عنيفا، فيلقون عليه وابلا من الأسئلة التي لا داعي إليها، مما يعبر عن شكهم ويعرب عن ارتيابهم في أمر بسيط لا يستحق كل هذا التردد ولا كل هذه الحيرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزؤا، قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ثم كرروا مرة أخرى قالوا أدع لنا ربك يبين لنا ما هي، وأخيرا قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ويلاحظ فيما جرت حكايته على لسان بني إسرائيل أنهم بدلا من أن يقولوا أدع لنا ربنا يفضلون أن يقولوا أدع لنا ربك ربك، ويكررونها عدة مرات بهذه الصيغة كأنهم لا يزالون في شك من أمره، وكأنهم لا يعتبرونه ربا لهم بقدر ما يعتبرونه ربا لموسى وحده. وفي ذلك جحود منهم ظاهر لربوبية الله رب العالمين، وجرأة على مقامه الأقدس. وليس هذا بغريب عليهم، فقد قالوا من قبل لموسى كما سبق في الربع الماضي يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ثم ها هو الحق سبحانه وتعالى ينعتهم بوصف خطير ومثير، ذلك هو وصفهم بالقسوة التي هي أشد من قسوة الحجارة. وهل يرجى التأثير في قلب أقسى من الحجر الصلب؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا الوصف الذي وصف الله به بني إسرائيل هو السر في عنادهم وإصرارهم على ما هم عليه، والحافز لهم على الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية موقف المعارضة والإنكار والتبجح والاستكبار كما كان موقفهم من المسيحية قبل الإسلام، وهو السر دائما في موقفهم الانعزالي المتحفظ من بقية الأمم والملل عبر التاريخ. ويتجه الخطاب من جديد إلى المؤمنين منبها إياهم إلى أن يقطعوا كل أمل
في انتقال بني إسرائيل انتقالا جماعيا من يهوديتهم إلى الإسلام، مذكرا بأن أولئك الذين سمعوا كلام الله بواسطة موسى الكليم والذين عقلوا ما فيه وبالرغم عن كل ذلك تجرأوا على تحريفه عمدا وقصدا لحاجة في أنفسهم، أولئك قد تجاوز عنادهم كل الحدود بحيث أصبحت الموعظة لا تؤثر فيهم والذكرى لا تنفعهم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ ومن جهة أخرى نجد الآيات الكريمة في هذا الربع تسجل غضب الله على بني إسرائيل جزاء عصيانهم وعنادهم لأمره في مختلف المواقف وكفاء تجاهلهم التام لإحسانه إليهم في مختلف المناسبات، إذ تقول الآيات الكريمة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ولا حاجة إلى التأكيد بأن عدل الله سبحانه يقتضي عقاب كل من عصاه وتعدى حدوده في أي جيل ومن أية ملة، إن لم يكن بنفس العقاب الذي ناله بنو إسرائيل فبما يقرب منه ويدانيه. فضرب المثل بقصة موسى وقومه أولا والقصد إلى الاعتبار بمضمونها وفحواها ثانية، كل منهما غرض شريف من أغراض القرآن الكريم. ولذلك جاء في نفس السياق بعد قوله تعالى فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، جاء قوله تعالى وموعظة للمتقين.